استشهد أكثر من 40 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح. قالت مصادر محلية إن 32 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر خلال الساعات الماضية، وأن 4 شهداء بينهم أطفال ارتقوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأضافت أن عشرات الشهداء على الأقل سقطوا إثر قصف لطيران الاحتلال لمسجد علي بن أبي طالب في محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما أصيب عدد من الصحفيين إثر غارات الاحتلال على محيط المستشفى الكويتي. Thank you.